السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل ما تبقى من المحاضرات لمادة المعمارية الخاصة بالمرحلة الثالثة للدراسة المسائية. موضوعنا لهذا اليوم هو الـ Input Output System، أنظمة الإدخال والإخراج. طبعا قبل لا نتحدث عن تفاصيل Input Output Device، عندنا لازم نفهم الانترفيس الخاصة بالانبوت او اوتبوت الخاصة بأجهزة الإدخال، أو الفكرة انه شلون راح يرتبط الانبوت او اوتبوت ديفايس مع نظام الحاسبة، اي بمعنى الجهاز الخارجي مع الحاسبة. طبعا احنا عندنا هنا ثلاث مكونات او اجزاء رئيسية راح نتحدث عنها، هي الادريس ديكودر والداتا اند ستيت ريجستر والكنترول سيركت. طبعا هاي ثلاث اجزاء رئيسية اللي هي مطلوبة حتى ننظم او ننسق الانبوت اوتبوت، او بمعنى الانبوت اوتبوت انترفيس. هاي الاجزاء الثلاثة راح تمثلي او تكون لي الانترفيس سيركت. نجي هنا على الادريس ديكودر. الادريس ديكودر هو يستخدم حتى لتعريف الجهاز الخارجي، أنا استخدمه حتى اعرف الجهاز الخارجي. اما الستيت ريجستر يبين لي انه حالة الجهاز او حالة كل جهاز اللي انا عندي، هل هو جاهز لادخال الداتا للمعالج او اخراج الداتا من المعالج. بالاضافة الى ذلك الداتا ريجستر هو دائما راح يبين لي حالة الجهاز الخارجي، هل هو جاهز للاستلام او للارسال. نلاحظ بهذا الفكر اللي امامنا انه عندنا ثلاث مكونات اللي هو الادريس ديكودر والكنترول سيركت والداتا اند الستيت ريجستر. هاي الثلاث مكونات الرئيسية عندنا هنا الانبوت ديفايس. الانبوت ديفايس هي ارتبطت ويا الكنترول ويا الداتا. طبعا كل جزء من ذين الاجزاء الثلاثة راح ترتبط بعدد الخطوط من الحاسبة. نلاحظ انه الادريس ديكودر راح يرتبط ويا الادريس لاين، والكنترول سيركت راح يرتبط ويا الكنترول لاين، والداتا اند ستيت ريجستر راح يرتبط ويا الداتا لاين. طبعا الادريس ديكودر هنا راح معناه انه اكو عندنا عناوين، العناوين الخاصة اللي موجودة عندي عنوانة الذاكرة أو عنوانة الأجهزة الخارجية، أي عنوان استخدام الديكودر. طبعا أكو ملاحظة مهمة إنه إحنا اللي تحدثنا عنه إنه هذا تكون هي خارج مواقع الذاكرة، اللي هو إذا نتحدث بالعناوين اللي موجودة بالذاكرة راح نتخذ عدد طرق أخرى. إذا نلاحظ هنا عندنا الطريقة اللي تحدثنا عنها اللي هي خاصة بالأجهزة الخارجية وضعها تكون خارج الذاكرة، أي الميموري خاص يخزن به عناوين الأجهزة راح تكون مفصولة عن الذاكرة. أما الطريقة الثانية اللي هي راح نتحدث عليها الآن اللي هي العناوين اللي تكون الأجهزة تكون ضمن مواقع الذاكرة، ضمن مواقع الذاكرة. عندنا هنا عندنا أول نوع هو الشير انبوت اوتبوت، هنا العنوان الجهاز الخارجي يكون خارج الذاكرة، أي بمعنى أنه الانبوت اوتبوت راح يعين لها عناوين، هاي العناوين راح تكون خاصة، كل جهاز إلى عنوان خاص، أي بمعنى إلى سواء كان اسم أو رقم، هذا الجهاز راح يكون معزول عن المساحة الخزنية المحدد للذاكرة. طبعا كل جهاز راح يحدد إلى عنوان، هذا العنوان خاص معزول عن المساحة الخزنية للذاكرة. زين شلون راح أني أوصل لهذا الجهاز، أي بطريقة أنه كيف أنه أستطيع أنه أنا أقرأ وأكتب من عند بدون الحاجة أو أحتاج إعازات. طبعا هنا الإعازات اللي أنا راح أستخدم إعازين، يستخدم التعامل مع الأجهزة الخارجية، واحد اسمه أنبوت والثاني اسمه أوتبوت.
اي بمعنى انه كيف انه راح نستخدم الانبوت اوتبوت او كيف انه الانبوت اوتبوت يعمل وما دام هو مفصول العناوين اللي خاص مال الاجهزه الخارجيه عن الذاكره، اذا لها اعزاز خاصه هي انبوت اوتبوت. طبعا هنا عندنا الادريس والداتا راح تكون مشتركه ما بين الذاكره الانبوت والاوتبوت ديفايس، بينما الكنترول لاين راح تكون لازم تكون تبقى مفصوله وهي عناوين انبوت اوتبوت ديفايس، اي معزوله عن الذاكره. بما انه هي ما دام انه هي حتكون معزوله راح احتاج الى كنترول لاين خاص بها، ويختلف عن الكنترول لاين اللي راح يذهب للذاكره، والمشترك بيناتهم الادريس والداتا باس، اي راح تكون بالذاكره والانبوت اوتبوت، اما الكنترول لاين كل واحد راح يكون على واحد على حده واحده. طبعا الادريس والداتا راح تكون مشتركه ما بين الذاكره والانبوت اوتبوت، بينما الكنترول راح تكون منفصله. طبعا هنا شنو السبب انه راح تكون منفصله؟ لان اني راح احتاج الى اعزاز خاصه هي انبوت اوتبوت. اذا نلاحظ عندنا من خلال هاي الطريقه راح نلاحظ انه راح تكون اكو عندنا ايجابيات وسلبيات. الفائده الرئيسيه اللي راح نلاحظها بهاي الطريقه هي كل واحده لها مكان خاص به مفصول، اي عناوينها مفصوله عن الذاكره. اما المساوئ اللي راح نتوصل الى الديز ادفانتج هي احتاج الى اضافه اعازات خاصه بالحاسبه، وهي الاعازات راح تكون عندي عمليه تكون كلفه اضافيه علي. مثل ما تحدثنا هنا عندنا الميموري اللي راح تكون هنا، نلاحظ انه راح تكون هم مشتركات ما عدا الكنترول لاين راح يكون هو منفصل الى كل واحد، يعني يبقى نفسه بس هم ثلاثتهم مشتركين بالادريس باس والداتا باس. شكرا جزيلا لاصغائكم.